هل يجوز لطبيب العمل في مشافي المحاربين القدماء وربما فيهم من حارب المسلمين ظلما؟ أخي، الأطباء سفراء الحياة في هذه الدنيا، لا علاقة لهم بالصراعات التي تكون بين الناس. لو أنك في عيادتك وطرق بابك أحد المحاربين وهو جريح، وقد أذنت له وسمحت له بدخول عيادتك، فهو في خفارة وفي عهد ما دام عندك في هذه العيادة، وينبغي أن تقدم له ما يمكن أن يقدم لجريح قد استضعف. تعرفين أن صلاح الدين الأيوبي كان يشرف بنفسه على مداواة ريتشارد قلب الأسد عندما جرح في معارك مع الصليبيين، فنصب له خيمة قريبة منه وكان يشرف بنفسه على مداواته وعلى معالجته. دي الرسالة التي نتقدم بها إلى العالم، ونقول للناس إن الإسلام رحمة الله للعالمين، وأن محمدا رحمة الله للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وتفتح مغاليق القلوب والنفوس وتشرح الصدور في الدنيا كلها وفي العالم أجمع بهذه الأخلاق الفاضلة الحسنة المباركة. بارك الله فيك، فلا أرى فيما ذكرت حرجا يا رعاك الله.